أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. انطلاقا من أهمية التقانة ودورها المتميز والفعال في إحداث تغيير جذري في العملية التعليمية، سعت وزارة التربية إلى إعداد نوعية من المدرسين قادرة على العمل في إطار نظام عصري للتدريس يعتمد على أسس علمية معروفة ومهارات مهنية محددة لتوظيفها في المواقف التعليمية بصورة فعالة ومحققة للأهداف التعليمية. وفي حلقة اليوم من برنامج تقانة ومعلومات سنتعرف إلى برنامج يخدم علم الرياضيات والعلوم الأخرى بحيث يحول البيانات إلى مخططات بيانية بأشكال مختلفة وجذابة. وهذا البرنامج يسمى ماثماتيكا وسيعرفنا إليها الأستاذ سامر بشير السيد مدرس معلوماتية ومنسق ريف دمشق لدمج التقانة بالتعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بكم. مشاهدينا للتعرف إلى هذا البرنامج والعمل عليه ينقسم إلى ثلاث مراحل لنبدأ بالمرحلة الأولى. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد لنبدا المرحله الاولى مع الاستاذ سامر. اكيد برجع برحب عليك استاذ سامر. اهلا وسهلا. لماذا برنامج ماثماتيكا؟ طبعا اختيارا لبرنامج الماثماتيكا لم يكن بشكل عشوائي ولكن كان لعده نقاط. طبعا من اهمها انه يدعم الطالب باي مستوى من مستوياته، قد يكون طالب مرحله اولى او مرحله الحلقه الاولى او الحلقه الثانيه او حتى الطلاب الجامعيين او حتى مدرسين الرياضيات ممكن ان يفيدهم هذا البرنامج. من ناحية ماذا؟ من ناحية أن يعطيه مخرجات سريعة وجذابة من ناحية حل المعادلات الرياضية أو الاشتقاقات أو التكاملات أو أي شيء قد يطلبه المستخدم. أنا هنا أسمي المستخدم ولا أسميه طالب لأن ليس من الشرط أن يستخدمه كطالب. ليس من الشرط بكافة المراحل كما ذكرت. تماما ممكن أي شخص أن يقوم باستخدامه ويستفيد منه. يعني ممكن يكون بأبسط صوره كآلة حاسبة. تماما. وأعلى صوره قد يعطيني أشكالا ثلاثية الأبعاد في ثلاثة محاور الاكس والواي والزد لتكون جذابة كمخرجات منهم. أكيد أستاذ سامر هذا الموضوع رح نطحه أكثر خلال حلقتنا. بالتأكيد. الهدف من ماثماتيكا، الهدف من استخدامه، يمكن المستقبل قديش ممكن مهيئ له فعلا ماثماتيكا للتطورات اللي عم بتصير. أكيد بالتأكيد هو برنامج جدا ضخم وليس مثل ما سبقنا ليس من الضروري أن نستخدمه كأدوات رياضية ولكن كأي استخدام ممكن نستخدمه. وميزة استخدام برنامج الماثماتيكا واختيارنا له كان بشكل انه له اصدارات متتاليه بشكل كثير كبير وبشكل كثير سريع، هذا ممكن يسهل انه من اصدار لاصدار يسهل عمليه التعامل معه للطلاب او للمستخدمين بشكل عام. نعم. شيء اخر انه يمكن ان نقوم بربطه مع برامج اخرى يساعدنا، وليس هو برنامج منفصل عن غيره، لا يمكن ان اربطه ببرامج اخرى واستفيد من الداتا المدخله بتلك البرامج كمخرجات في برنامج الماثماتيكا. اهم ميزات ماثماتيكا بالاضافه للصفه اللي ذكرتها استاذ، اكيد في له ميزات اخرى. بالتاكيد له ميزات علميه جدا، انه يقوم بتحليل اي مصفوف، يقوم بالتعامل مع اي مشتقات او تكاملات، يقوم باخراج التوابع بشكل ثلاثيه الابعاد مثلا 3D، يقوم بالتعامل مع اي معادله او اي عمليه حسابيه. طبعا نحن نقول انه معادلات قد تكون معادلات بسيطه او قد تكون معادلات معقده، ليس الغرض من كلمه معقده هو المفهوم الحرفي بالتعقيد، ولكن نقول ان المعقده معنى ان لها اكثر من عمليه بنفس الوقت، فهو يقوم بالتعامل معها نعم. استاذ يمكن من اهم الميزات اللي ذكرتها كمان ايضا ببرنامج ماثماتيكا هو لكافه الاعمار، يعني حتى وقت بدنا نسال عن الفئه المستهدفه يمكن صعب التحديد، صحيح؟ بالتاكيد، يعني هو ممكن اي شخص يستخدمه ويكون موجه لاي فئه يريدها، هل هي فئه مثلا حلقه اولى طلاب الصف الاول الثاني الثالث او حتى الطلاب الجامعيين، حتى كما ذكرنا يمكن ان يستخدمه مدرس الرياضيات ليجد النتائج او يقارن نتائجه بنتائج بشكل افضل. نعم. يعني او يصل للمطلوب منه. نعم. هل هناك تعليمات او التزامات معينه عند استخدام هذا البرنامج؟ بالتاكيد هو له اوامر خاصه فيه، ولكن اذا استثنينا الاوامر قد نتعامل مع الأرقام، الأرقام ليس لها أي شروط عند استخدامها، فقط نكتب الأرقام، ولكن لنا بس فقرة بسيطة أن بين قوسين أن يجب أن نراعي الأفضلية العمليات، نعلم في شيء اسمه الرياضيات أفضلية العمليات، أنه يبدأ بالقوة، بالأقواس، بالضرب، بالقسمة، بالطرح، فنراعي هذه الأقواس، ولكن عند التعامل مع الأرقام ليس له أي شروط أو أوامر، ولكن عند التعامل مع أوامره أو أوامر الرياضيات كتحليل، كنشر، كتوحيد مقامات، هنا
يجب أن نلتزم بأوامره. أوامره جدا بسيطة، ولكن نعم. قد يتبادر للذهن أنها أوامر صعبة، لكن الأوامر جدا بسيطة. طبعا أكيد نحن مع حضرتك أستاذ لحى نفوت بالمرحلة الثانية واللي هي المرحلة العملية. طبعا مشاهدينا بعد ما قدمنا لكم هيك مجموعة من المعلومات النظرية سوف نبدأ المرحلة الثانية. مشاهدينا الآن سنبدأ العمل في هذا البرنامج أو في هذه المرحلة على برنامج ماثماتيكا. سندخل إلى بيئة البرنامج ونتعرف إلى بعض أوامره وكيفية التعامل معها مع الأستاذ سامر. أستاذ سامر، بداية كيف ندخل إلى بيئة هذا البرنامج؟ طبعا بالتأكيد الدخول إلى البرنامج سهل جدا، ولكن قبل أن ندخل إلى البرنامج يجب أن ننوه إلى طريقة تنصيبه. طريقة تنصيبه جدا سهلة، ليس فيها أي مشاكل تماما. قد تنصيب أي برنامج آخر مشابهة لكافة البرامج. تماما، ممكن أبحث عن طريق الإنترنت، قد أحصل عليه عن طريق الإنترنت أو أحصل عليه بشراء النسخة المطلوبة من أي منطقة أو مكان. نعم. بعد أن أقوم بتنصيبه طبعا يظهر له شعار البرنامج، إما على سطح المكتب كما نلاحظ، اما شعار طبعا شعار البرنامج. نعم. هو كشمس متوهجه، قد يختلف لون الشمس من اصدار الى اصدار. الان نحن في الاصدار الخامس تقريبا، قديم قليلا، هو قد يكون قبل سنتين او سنه تقريبا وش قليلا، والاصدار الاخير قد يكون بلون الشمس الحمراء. نعم. ولكن نفس التوهج قد نحصل عليه من ابدا كما نلاحظ هنا، او قد نحصل عليه من خلال ايقونه الاختصار لهذا البرنامج. نعم. عندما نبدا بفتح البرنامج يظهر لنا بهذا الشكل. طبعا يظهر كما نلاحظ يظهر خلفيته سطح المكتب، يعني لا يخفيها بشكل كامل، ولكن يمكن ان نخفيها بهذا الشكل. نلاحظ ان له مجموعه من الادوات، فايل، ايديت، كما اي برنامج اخر. اسم البرنامج بالاعلى، شريط الادوات واسم البرنامج. تماما. انتايلد هو الملف الذي نقوم بالعمل عليه، يسميه بشكل افتراضي انتايلد 1. تماما. نعم. ونبدا هنا العمل معه. لن نتحدث الآن بشكل مفصل عن الأدوات أو الفايل أو الرموز أو الأوامر الخاصة فيه، سنتحدث كيفية استخدامه بشكل مبسط الآن. فضل. ممكن مستقبلا مثلا إذا أردت أن أكتب مثلا فرضنا رقم، كما ذكرنا سابقا أنا أتعامل مع الأرقام بشكل جدا بسيط، لا يحتاج إلى أي أوامر، فقط أن أراعي أفضلية العمليات من ناحية الضرب والقسمة والأقواس. نعم. مثلا إذا أردت أن أكتب 5 مثلا زائد 7، تماما، أكتفي بالنقر على إنتر. تمام. نلاحظ عندما اكتب هذه القيم او هذه العمليه الحسابيه انه يقوم برمزها ب N المدخلات. تماما. ويقوم باعطاء المخرجات بطريقه الاوت. تماما. 5 زائد 7. اذا اردت ان اعقد، لن لا اقول اعقد، ولكن ازيد عمليات مثلا فرضنا، اذا اردت ان اضع الاقواس مثلا 4 ضرب، طبعا استخدام العمليات الحسابيه البسيطه هي الضرب، القسمه، الجمع او الطرح طبعا. نعم. واستخدام الاقواس، اقوم هنا باستخدام الاقواس مثلا 4 ضرب 5 مثلا ناقص 6، 66 ناقص 6. تماما. بكفي انا انقر على، فيظهر لي العمليه بشكل سريع جدا. ماذا هذا؟ كما قلنا انه ممكن يستخدمه طلاب مراحل بسيطه، من عمليات جمع، من عمليات اكثر من عمليه في نفس الوقت. اذا اردنا استخدام مثلا فرضنا بعض من الاوامر بشكل اعمق، مثلا فرضنا ايجاد الجذر التربيعي. نعم. هنا قد نستخدم امر من اوامره لهذا البرنامج. كيفية استخدام هذا الامر؟ تماما. هنا لدينا الهلب، ولكن كما قلنا سابقا لن نتعرض لها، بعد قليل سنتعرض لها ان شاء الله. اوامر مثلا فرضنا عندما استخدم امر ايجاد الجذر التربيعي، ايجاد الجذر التربيعي هو الامر بطريقه الاس كيو ار تي اختصارا لكلمه تماماً. سكوير. تماما. واضع القيمه التي اريد ايجاد الجذر التربيعي لها مثلا 25 وهكذا، واضغط الانتر، فلاحظ انه يعطيني هنا ان هناك خطا. عندما اضع رمز او اعطى امر خاص بهذا البرنامج بشكل خاطئ، فهو يعطيني امر وينبهني الى اين الخطا وكيف تعديله من ناحيه مور. اذا لاحظ هنا كلمه مور هنا يعني يقصد بها انه قد يعطيني نتيجه تصحيح هذا الخطا. نعم. ما هو الخطا هنا؟ الخطا هنا انه هنا يرفض اعطيه اي امر بدون ان اعطيه فيرست لتر او الحرف الاول بشكل كابيتال لتر. يجب ان اعطيه اي امر بشكل كابيتال لتر. ممكن هي من اهم شروط العمل، هذه اهم شرط من شروط التعامل مع الماتيكا، استعمال الحرف الكبير كبدايه. تماما. اي امر اعطيه له من اوامره الخاصه به يجب ان يكون بشكل كابيتال لتر ويقوم بتنفيذه. مثلا سنكرر هذا الامر اس كابيتال لتر اس كيو ار تي،
تماما واضع اي قيمه التفكير، هذا اختصار الجذر التربيعي لاي رقم. تمام، واعطيه مثلا فرضنا اريد انها الامر تبعي ما اريده هنا ايجاد الجذر التربيعي ل 25. طبعا احنا نستخدمه كمثال هنا وليس المقصود انه 25 نريد جذرها. نعم. ثم ضغط الانتر نلاحظ ان اعطانا القيمه 5. تمام، كما لاحظنا فاي امر اعطيه يجب ان يكون يشتمل على كابيتال لتر في بدايه الامر. فنعطيه مثلا فرضنا القيمه المطلقه، اوامر القيمه المطلقه اذا كتبناه بهذا الشكل A B S ابسولوت هي القيمه المطلقه، واعطيه مثلا فرضنا لناقص 8. تماما، كما نلاحظ هل هذا الامر صحيح او خاطئ؟ هذا الامر طبعا خاطئ. لماذا؟ لان اول حرف او الفيرست لتر هو عباره عن حرف سمول، طبعا هو يرفض هذا الامر، فيجب ان اقوم بتعديله الى كابيتال لتر بهذا الشكل. تماما، ثم انقر على الانتر يعطيني القيمه المطلقه لناقص 8 او سالب 8 هي 8. تماما، ولدينا طبعا بعض الاوامر اخرى، مثلا فرضنا اذا اردت مثلا نعطيه الجذر التربيعي مثلا عفوا ليس الجذر التربيعي العاملي مثلا لرقم 6. العاملي هو ضرب كما نعلم هو 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 الى اخره. اذا اردنا 6 فيجب ان اعطيه مثلا فرضنا الامر العاملي اللي هو شرط التعجب، ثم انقر على الانتر يعطيني 720، هي نتيجه حاصل ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. تماما، وهكذا. طبعا كما نلاحظ اننا عندما نستخدمه كاستخدامات رقميه فقط فلا يجب ان اراعي فقط العمليات الحسابيه وافضليه العمليات الحسابيه، اما عندما استخدمه كاوامر اراعي نقطه بسيطه هي ان نضع الحرف الاول بشكل الحرف الاول بشكل كبير بحرف بشكل كبير. استاذ انكل البرنامج عم يعطينا النتيجه فقط صحيح ولا يعطي طريقه؟ لا يعطي الطريقه، هو فقط يعطي النتيجه، وهذا ما طبعا من ميزاته انه لا يعطيني الطريقه، لان الطريقه قد تختلف من شخص لاخر، من اسلوب لاسلوب، من طريقه حتى اننا نجد بعض الطلاب في بعض الاحيان قد يبتكرون طريقه معينه في حل مساله ما او داله ما. نعم، وكثير من الطلاب عندهم هذه الطرائق المبدعه ونفعلا بيعطوا جواب صحيح، هم من المتميزين والمتفوقين. اكيد بشكل ايجابي جدا طبعا ان الطالب قد يخترع، يعني قد يصل الى نتيجه صحيحه ولكن طريقه مختلفه عن طريقه انا وصلت لها او فهذا شيء صحيح. طبعا اكيد صحيح. تمام استاذ، تطبيقات بالحياه العمليه لبرنامج ماثماتيكا ما هي؟ طبعا حياتنا اليوميه كيف ممكن نستغل هذا البرنامج في حياتنا اليوميه؟ قد لا يكون له استخدام بشكل كبير، ولكن كما ذكرنا انه ممكن يفيدني بنتائج المخرجات مثلا. فرضنا اذا انا اقوم بعمل احصائيات بيانيه مثلا كما سنشاهد لاحقا ان شاء الله، يقوم باعطائي النتائج او المخرجات بشكل قريب جدا الى العين، ليس كباقي البرامج مثلا يعطيني اياها بشكل خطوط او بشكل نقاط، لا هو يعطيني اياها بشكل ثلاثيه الابعاد بشكل جدا انها تصل الى المتلقي بشكل جدا بسيط. نعلم ان دائما الارقام لا توصل ما اريده بشكل، ولكن الشكل او الصوره صحيح. توصل ما اريده بشكل افضل وبشكل اقوى، هو يتعامل مع المخرجات بشكل جدا قوي. كمان المرحلة الثانية اللي حابب تقدمها اليوم لمشاهدينا عن برنامج ماثماتيكا نماذج نقوم لا الرسم البياني كيف يمكن إدخاله، استخدام هذا البرنامج كأداة للتقويم كيف يمكن تستخدم هذا ممكن البرنامج. استخدام هذا البرنامج كأداة للتقويم من ناحية أن لا أنا أقوم طالب ولكن هو يقوم نفسه بنفسه. مثلا إذا أراد أن يحل معادلة ما أو تكامل ما أو إيجاد رسم هندسي لثلاثية أبعاد لتابع ما، فبعد ان يقوم بحله بشكل ويصل الى النتيجه النهائيه ممكن ان يعطيه النتيجه الحل او الداله لهذا البرنامج ويقوم باعطائه ويقارن ما توصل اليه بنفسه وما توصل اليه البرنامج، هل هناك خطا او هناك صواب من ناحيه لنا. كما نذكر او ننوه انه يقوم بحل المعادلات، نعود الى كلمه معقده وليس كلمه معقده، بصراحه علم الرياضيات بيحتمل هذه الكلمه ويتحمل في كثير معادلات معقدة وتحتمل الوجعان. معقدة قد تأخذ كما ذكرنا أنها تأخذ وقت طويل بحلها، هو يعطينا إياها خلال ثواني، خلال نقرة انتر على الكيبورد يعطينا النتيجة. فهذا هو أنه يسهل عملية الإدخال أو التعامل مع الطلاب. أيضا إدخال الرسومات البيانية أو لنتعرف على شريط الأدوات لبرنامج ماثماتيكا. شريط الأدوات تحتمل، سنتعرف بشكل بسيط على شريط الأدوات. تفضل. طبعا كما نلاحظ الامر فايل او الاداه فايل كما نلاحظ من اي برنامج اخر تحتوي على نيو والاوبن كلوز سيف سيف از، وهنا ولكن بشكل اخر هنا له سيف از سبيشال، يعني هذه عباره عن فكره او ميزه تميزه عن غيره انه ممكن ان المخرجات
احفظها باي شكل اريد من الاشكال المخرجات اللي اريدها بطريقه HTML بطريقه انترنت بطريقه دوكمنت اي طريقه اريد ان احفظ المخرجات بها يحفظ لي اياها بشكل مغاير لاي برنامج اخر. جميل. نقطه اخرى كمان هنا نلاحظ ان البرنامج يعطيني الصفحه بشكل بسيط او البيئه بشكل بسيط جدا، يعني صفحه بيضاء اقوم بكتابه المعادلات او النقاط او العمليات الحسابيه، ولكن اذا اردت ان اتعامل مع الاوامر الخاصه بي فعن طريق الفايل هناك امر اسمه بالترز، هناك عباره عن 9 اوامر. اذا نقرت على مثلا فرضنا الجبرا مانيبيوليشن، لاحظ انه يعطيني اوامر البرنامج الخاصه بي لاستخدامها، مثلا فرضنا الاكسباند، الفاكتور، توجذر، الابارت الى اخره، هي كلها عباره عن اوامر تقوم بعمليات حسابيه، مثلا فرضنا الاكسباند هو يقوم بعمليه النشر او التحليل. نعم تماما. الفاكتور يقوم بعمليات ضمها، توجذر يقوم بعمليات توحيد المقامات تماما، فهذه الاوامر نلاحظ انه دائما يستخدم الامر الاول او الحرف الاول من البرنامج بكابيتال لتر. لن نتطرق اليها الان. ما تمام. فينا هيك ولو اللي تقريب الفكره نضع امثله ولو بشكل سريع استاذ؟ طيب مثلا اذا اردنا استخدام راوند 3.4، ما المقصود بهذا الامر؟ راوند هو عباره عن امر خاص بالتقريب في علم الرياضيات، هو خاص بعمليات عمليه التقريب، انه يقوم بتقريب 3.4 تمام. عندما اضغط الانتر يعطيني، ما المقصود هنا بالراوند؟ هو تقريب العدد الى اي اقرب عدد صحيح. طبعا نلاحظ ان بعد الفاصله هو عباره عن 4 اقل من 5، طبعا نتجاهلها، اذا كانت فوق ال 5 5 6 7 8 9 فيقوم بجعلها 1 ويضيفها الى العدد الصحيح، فهو الاقرب عدد صحيح للراوند 3.4 اللي هو 3. نعم. هل ممكن ندخل على برنامج الرسوم البيانيه؟ طبعاً. مثلا تفضل. الامر الخاص بالرسوم البيانيه هو امر البلوت كما ذكرنا سابقا، بي كابيتال بعدين ال او تي تماما. طبعا لدينا هنا امر ممكن نستخدمه او نستخدم قبل البلوت، خلينا نستخدم مثلا فرضنا توحيد المقامات. اذا كانت لدينا مثلا هذه الداله توحيد المقامات، اف اكس عباره عن 2 على اكس ناقص اكس تربيع على 2، اذا اردنا ان نكتب هذه الداله ونقوم بتوحيد المقامات فنقوم بالانتقال الى البرنامج. فعلا البرنامج يمكن اكثر ماده بيستفادوا منه هو بالتحليل، صحيح؟ التحليل كثير بحاجه اكيد لبيانات ولمعادلات وبشكل رسم وبيانات، فانا كثير بيستفادوا من هذا البرنامج. يستفيدوا من هذا البرنامج بشكل كبير. اردنا توجذر مثلا نقوم بوضع المعادله، هي مثلا فرضنا ما ذكرنا سابقا لنعود اليها 2 اف اكس 2 على اكس ناقص اكس مربع 2. يمكن اللي يواجهوا شوية طلاب صعوبة بموضوع حفظ هذه المصطلحات تماما، ولكن مع استخدامها وأماكنها، ولكن مع استخدامها بشكل متكرر قد تكون تصل إلى شكل بسيط لمرحلة بسيطة بيصيروا بيستسهلوا البرنامج. يستسهلوا طبعا. اكس تربيع اوفر 2 وغلق القوس تماما. حتى الكتابة على البرنامج هي غير مثل ما مكتوبة بالكتب بالتاكيد، هو لا يوجد لدينا مثلا كسور نعم بسط ومقام، لكنه دائما نستخدم سلاش في اي برنامج رياضيات، نستخدم سلاش بدل خط القسمه تماما. نعم. اما الضرب فهو النجمه الستار او النجمه. نعم. الطرح او الناقص نفس السالب او المجمع اللي هو الزائد، ولكن فقط هو السلاش لاستخدامها كقسمه والضرب كستار. نلاحظ انه الامر توجذر اللي هو المقصود فيه هنا اللي هو توحيد المقامات، كان لدينا الكسر 2 على اكس ناقص اكس تربيع على 2، فنلاحظ ان النتيجه تبعي 4 ناقص اكس تكعيب على 2 اكس او المقام 2 اكس وهكذا. طبعا لدينا نماذج مختلفه طبعا طبعا نحن في عندنا مرحله للنماذج وهي في اخر حلقتنا، ولكن برسم البيان خلينا هيك لناخذ امر تماما كنا حنبلش فيه، بس عملنا مثال توحيد المقامات، فلنكمل الرسم البياني او لندخل بالرسم البياني. يمكن هذا ميزة البرنامج، حتى انا متحمسه اشوف كيف ممكن يطبق بشكل 3D على برنامج الماثماتيكا. المعادله ساين وتوساين هدول كمان تمام. في كثير طلاب بحسون صعبين تمام. اذا اخذنا امر الرسم البياني هو بلوت، ما المقصود هنا بلوت؟ هو عباره عن رسم بياني، امر بلوت دائما هو لرسم بياني او المخرجات ستكون عباره عن جرافيك وليس عباره عن عمليات حسابيه. طبعا ساين هو الداله المثلثيه ساين اكس،
المقصود فيها اكس هي عباره عن المجال، مجال الاكس يقوم برسمه من صفر او من زيرو الى البي. البي هو المقصود فيها هنا 180 درجه لا نهايه، صحيح؟ لا مو لا نهايه، 180 لا نهايه. 180 تمام. تمام. هو يتعامل مع الدوال المثلثيه او مع القيم الزوايا، وليس ب 30 و 40 او 45 او 60، تعمل معها بالبي. بالبي يعني لل 180 درجه. اذا مثلا 30 فاكتب له 100 بي على 6. تمام. تماما. فيتعامل مع البي بشكل عام. ما المقصود هنا؟ هنا لدينا امر فريم ترو. فريم نعرف انه عباره عن ترجمه حرفيه للحدود، فهنا ماذا المقصود؟ انه سيقوم بادراج مخطط بياني او جرافيك لهذه الداله اللي هي الداله المثلثيه ساين اكس، ولكن برسم ايضا برواز لهذه الدالة. سنلاحظ عند تنفيذ هذا البرنامج هذا الأمر. انتر. يمكن لحتى نشوفها بشكل أوضح. تماماً. تماماً. لاحظ أنه رسم الدالة لنا ساين إكس أو المنحنى تبع الساين إكس مثل ما تكون شايفين، وكتب لي هون أو عند الأوت جرافيك، أن هذا المخرجات هي عبارة عن جرافيكس وليس عبارة عن قيم عددية، فأنه المقصود به الجرافيك. نعم. إذا أردنا أمر آخر مثلاً فرضنا بشكل أجمل من هذا مثلاً فرضنا. أستاذ سامر، هدون الكتابات أو هذه المعادلة نحن بنتم إدخالها عن طريق البرنامج، طبعاً صحيح؟ طبعاً أكيد. هي يعني نحن في طريقة للكتابة بشكل عادي على الكيبورد. تمام. تمام. مكتوبة. تمام. تكتب بشكل بسيط جداً. بشكل بسيط. بلوت بي ال او تي كما ذكرنا، ولكن يجب أن نراعي أن الحرف الأول يبقى يكون كابيتال دائماً. دائماً. بكل الجملة ولا فقط أول كل كل أول أمر. كلمة. كل أمر. نلاحظ هنا مثلاً في الأمر. في الأمر بلوت مثلاً. أول بلوت هي عبارة عن أول حرف هو البي كان كابيتال لتر. نعم. الساين كمان كان كابيتال لتر، عباره عن انه كل بالنسبه لهذه كلها عباره كل عن كل أوامر. كلمه تماما تقريبا كل كلمة. كل كلمه تقريبا. هلا مثلا ايضا فريم الحرف الاول كان كابيتال لتر. هلا اي مثلا اي كلمه من هذه الكلمات اذا لم نعطيه الكابيتال لتر في بدايه الكلمه فقد تعرض لمشكله. نعم. ونلاحظ انه من ميزاته انه يعطينا الخطا اين موجود وتصحيح الخطا نقوم بتصحيحها. نعم. ليس هذه الصعوبة بالنسبة للمستخدم. ممكن أن تكون المعادلة كبيرة وطويلة. أكيد أكيد. بجوز يغفل عن وجود حرف بالتأكيد. كبير فبيدله على مكان الغلط. وأيضا يراعي النسخ، يعني أيضا إذا كتبت معادلة طويلة أو كبيرة وأردت أن أغير شيء بسيط مثلا المجال من إلى بشكل بسيط، ليس مضطر أن أقوم بإعادتها مرة أخرى، لا، يكفي أن أقول لهم بنسخ ثم إعادة أو اللصق بمكان آخر. نعم. لنكمل المعادلة. ممكن فعلا هذا البرنامج من الجميل في موضوع البياني والرسم الجرافيكي بالتأكيد. ممكن حتى بيخلي الطالب فعلا اللي بيحبوا مادة الرياضيات يزيد حبهم واستمتاعهم خلال دراسة هذه المادة بالتأكيد، ويستفيد من المخرجات بشكل كثير كثير جميل. سنقوم كما ذكرنا سابقا انه لا يخدم فقط مادة الرياضيات، وكان اي ممكن ان يخدم مادة العلوم، ولكن بما انه امثلتنا رياضيات ومن منهاجها ايضا من اسمه تماما حتى من ماثماتيكا ف تماما الى علم الرياضيات. طيب هذا الامر مقصود به طبعا بلوت كما أنه ذكرنا سابقا، مقصود به البلوت هو عباره عن رسم البياني الداله ساين اكس من صفر او من زيرو الى 180 درجه. بلوت ستايل، بلوت ستايل مقصود فيها هنا هي عباره عن نمط الصوره. بلوت ستايل، ستايل نمط او النموذج الصوره، بلوت نموذج الشكل البياني. ار جي بي تي جي ار جي بي كلر مقصود فيه لون المنحني الذي سيقوم باخراجه او المخرجات تبع اللون المنحني. فنلاحظ انه يقوم هو سابقا اذا لاحظنا بالشكل الاول يقوم باخراج اللون المنحني بشكل باللون الاسود، ولكن نعم. اذا اردت انا اخراجه بلون اخر فطبعا نستخدم الالوان الرئيسيه طبعا كما تعلمون هي الريد جرين بلو تماما كلها حروف كابيتال لتر. بنكتبها كتابه اللون اللي نحن بدنا اياه مضبوط. نغير بدرجه اللون، هو يتعامل مع اللون بدرجته من الصفر الى الواحد. تماما. نلاحظ ان هنا ان يعني هو مكتوب ولكن بس نحن نتحكم بدرجه اللون. نتحكم بدرجه اللون. مو باختيار اللون. تمام، إيه بدرجه اللون تمام. تمام. نلاحظ ان هنا اخترنا انه الار واحد تعود الى الار بان اللون سيكون لونه احمر، صفر للجرين وصفر للبي، هو يقوم بدمج الالوان مع بعضها ويخرج لنا اللون المناسب لنا. هنا نلاحظ ان الناتج او الجرافيك المخرج سيكون لونه احمر، لان بحسب ما حددنا له او حسب الامر الذي قمنا باعطائه ك ار جي بي كلر 100 معنى انه اعطيني لون احمر لهذا المنحني وصفر للاخضر وصفر للازرق. نعم. تمام. اكيد استاذ سامر حابب تضيف شيء على القسم العملي؟
أو مرحلة العمل؟ أوامر تماماً، أوامر كافة. ممكن أهم نصيحة هو متابعة والعمل دائماً على هذا البرنامج بالتأكيد. حتى فعلاً يسهل استخدامه ويكون مفيد دائماً لكافة بالتأكيد. هي مع استخدامه بشكل متتالي بشكل تقول أوامر بالنسبة لي أصبحت صحيح. سهلة جداً، وأوامره بسيطة جداً كما ذكرنا صحيح. ليست هذه أوامر معقدة ولكن أوامر جداً بسيطة. مشاهدينا، بعد أن دخلنا في بيئة برنامج ماثماتيكا من خلال هذه الأمثلة التي قدمها لنا الأستاذ سامر وقمنا بالتعرف إلى بعض أوامره بشكل عملي، سنعرض بعضا من نتائج وحلول ومخرجات هذا البرنامج لنتابع. مشاهدينا، هناك مخرجات ورسوم بيانية للبرنامج عند حل المعادلات، والتي طبعا تختلف باختلاف الصيغة والمعادلة ووفقا لطلبك للشكل البياني أو المحاور أو المنحنيات. والأستاذ سامر في هذه المرحلة حضر لنا بعضا من هذه المخرجات ليشرح لنا ويعرفنا إليها. أستاذ سامر، يمكن هذه أهم مرحلة، دائما بتكون بالتأكيد. المرحلة النهائية نماذج التي ستقوم بجذب المستخدمين لهذا البرنامج يكون باستخدامه صحيح. إن شاء الله. فضل. من مبدئيا الصور الهامة التي أنا وضعتها أو النموذج هنا، أن نلاحظ أن هنا إذا قمت بربطه ببرنامج الإكسل، تمام، أن أخذ أدخل معادلات ببرنامج الإكسل بالعمليات الحسابية التي أريد بها كجداول كداتا إلى آخره، نعم. ثم أربطه مع برنامج الماثماتيكا ويخرج لي هذه النتائج. طبعا هذا برنامج الإكسل قد لا يقوم ب أو لا يمكنه أن يقوم بإخراج هذه المخرجات بهذا الشكل كما نلاحظ برنامج الماثماتيكا، يعني كما نلاحظ الرسم البياني يلاحظه هنا بهذا الشكل المتقطع المتلون كل نعم. كل نعم. شكل. هذه أحد الأشكال، هذه أيضا أحد المخرجات التي يقوم بإخراجها، لأنه نلاحظ أنها ثلاثية الأبعاد ويقوم بتحويلها من من من, من أو نقوم برؤيتها من اليمين من الشمال من اليسار إلى آخره بحسب الشكل الموضوع. نعم. طبعا هذه لكل مخرج، ما هذه المخرجات عبارة عن أمر خاص فيه يقوم بإخراجها بهذا الشكل من ناحية اللون، من ناحية الشكل، من ناحية المقطع المناسب للرؤية. نعم. لاحظ أيضا هنا هذا الشكل، قد لا يكون هناك برامج قد تقوم بإخراجها بهذا الشكل المرئي أو المحسوس كما ذكرنا سابقا، يقوم بالتعامل مع طريقة ثلاثية الأبعاد. ممكن هي كمان من أهم الميزات كما ذكرنا، تمام. هو فعلا تمام. يقدم هذه الرسوم والمعادلات البيانية بشكل ثلاثي الأبعاد، ممكن نحن كنا دائما نشوفه على ورق وبشكل سطحي من مجال واحد، واي. هنا تمام. قد يظهر لنا إياها بشكل ثلاثي الأبعاد بشكل. أنا ضعت هنا الشكل الطبيعي أو الشكل البسيط الذي يقوم أي برنامج بإخراجه إلينا، لاحظوا منحني مثلا فرضنا الإكس والواي، ولكن بنفس الوقت أردت أن أظهر بعده مباشرة أن يقوم بإظهار هذا الشكل. لاحظوا إذا كتبت المعادلات كما نرى هنا أعلى أن الN عبارة عن N كتبتها بطريقة مختلفة السيجما والمصفوفات، يقوم بإخراجها بهذا الشكل كما نلاحظ وكأنه شكل ملموس أو مرئي للعين بشكل كاملا. نعم. أيضا هنا مجموعة نماذج نرى بعض المخرجات له ولكن بشكل بسيط، ولكن تظل هي أفضل من أي برنامج آخر يقوم بإخراجها. نلاحظ أن هنا الأمر مكتوب بالأعلى، نلاحظ دائما بدأ بكلمة بلوت، دائما أن كلمة بلوت ترمز إلى أن المخرجات ستكون عبارة صحيح. عن جرافيك أو مخرجات بيانية. نعم. وهذه هي الدالة الـ FX طبعا من إلى كما نلاحظ. طبعا اخترت نماذج لا على التعيين، ولكن فرق بين نموذج ونموذج كما نلاحظ كيف يخرج لنا هذا. هي كلها نماذج عادية أو نماذج نعم. بسيطة طبعا للمرأة. لاحظوا طيب يخرج هذا النموذج بشكل من مقطع او نظره اماميه ونظره جانبيه لهذا الشكل. نعم. ايضا بحسب الداله المكتبه او حسب حتى التعليم. ممكن من الجميل وجود المعادله فوق الرسم البياني تماما لحتى تماما. اذا كثير من الطلاب حابين يعرفوا كيف صار هذا الامر وينفذوه، فممكن فعلا ياخذوا المعادله ويطبقوها ويشوفوا الرسم البياني. يمكن ينسخ المعادله ويغير مثلا فرضنا في المجال، يغير باشياء بسيطه فقط كمان ممكن. ليتغير معه الشكل، ولكن المعادله تظل كما هي كما تفضلتي هي ثابته طبعا لا تتغير، كل ما يتغير هو عباره عن المدخلات او المجالات التي يتحكم بها هو. حتى الجميل اذا الطالب حبب فعلا يغير بالمجالات ويشوف الاختلافات بجوز تعطيه طريقه هيك مبدعه كمان ابداعيه
الفنية بالرسم حتى وقت اللي بيطلع الرسم بشكل كتير جميل وجذاب كما ذكرنا بميزة ماثماتيكا، فبيخليه دائما يحب يجرب غير مجالات، يغير ممكن تماماً. شوي من المعادلة يلي فيه غيرها تماماً. طبعا وطبعا بعض الاشخاص يقولون هذا 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 البرنامج قد يسبب مثلا فرضنا ان الطالب يعتمد عليه بشكل كلي، لا ليس يعني يعتمد عليه بشكل كلي، تظل الطالب طريقته الخاصه فيه بحل المعادله ولكن فقط ياخذ النتيجه ولا ان ينفي مثلا ان يقوم وضع المعادله وكتابة نتيجتها. هو لتقويم ذاتهم كان هذا البرنامج يمكن إذا طلابنا كتير تحمسوا أنهم يستخدموا فعلا هذا البرنامج، هي للتقويم الذاتي كنصيحة. حل المعادلات مثل ما ذكرنا هي لا توجد الطريقة، ولكن الجواب النهائي كأداة للتقويم فعلا بيفيدهم. ويمكن أن يرى النتيجة أو الحل النهائي ممكن هذا يبتكر عنده طريقة مختلفة عن طريقة الأخرى. يمكن نأخذ نحن البرنامج بشكل إيجابي أنه قد يفيد الطلاب بشكل إبداعي أكثر ما يفيد الطلاب بشكل كسولي، أو أنه مثلا فرضنا أخذ النتيجة النهائية دون العمل. أكيد أستاذ سامر، بنهاية حلقتنا أكيد بتشكرك الأستاذ سامر بشير السيد مدرس معلوماتية ومنسق ريف دمشق لدمج الطاقانة بالتعليم، شكرا كثير. وأنا أشكركم وشكرا جزيلا لك لأعمالكم وجهودكم المبذولة في خدمة التعليم والمعلم، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ سامر. مشاهدينا سنكتفي بهذه الأوامر والمخرجات التي تعرفنا إليها اليوم للبرنامج أو لبرنامج ماثماتيكا في هذه الحلقة من برنامج تقانة ومعلومات، لنستكمل التعرف إلى أدواته وإلى أوامر ونماذج أوسع لهذا البرنامج برنامج ماثماتيكا في حلقتنا القادمة. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم المتعة والفائدة، نلقاكم بخير، إلى اللقاء.